في كتاب التاريخ مصر سابت علامات كتير بنيلها، بحضارتها، بشعبها اللي واجه كل التحديات مهما كانت صعبة، وبتفضل مصر. لكن مين يا ترى بيفكر في كتاب المستقبل؟ زمان علمونا إن اللي بيبص تحت رجله بس بيقع، وعشان كده لازم نبص لقدام للمستقبل. وهي دي رؤية القيادة السياسية في مصر، واللي داخلة دايما في سباق مع الزمن، وكلنا داخلين في لعبة شد الحبل مع المستقبل ده. فيبقى الحل نبدأ المستقبل من دلوقتي. وفي بلد فيها 104 مليون مواطن وزيادة سكانية بتلتهم التنمية، كان الأمل في مزيد من العمل، مش في مسار واحد بس، في كل المسارات اللي محتاجة تنمية حقيقية مننا، وعمل جاد مخلص لا يتوقف. المستقبل محتاج في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي جامعة واحدة على الأقل لكل مليون مواطن، واللي يبص تحت رجليه هيأجل التحدي ده أو يكتفي بمباني وخلاص. لكن مصر ما بقتش بتشتغل بالأسلوب ده، وعشان كده بدأنا نصنع المستقبل بجيل جديد من الجامعات الذكية، جامعات في كل مكان في مصر ولكل المصريين والعالم أجمع. ولأن الجامعات مش مجرد مباني، فاحنا توسعنا في أنماط مختلفة من الجامعات علشان يكون عندنا نظام تعليم عالي على أحدث مستوى ندخل به المستقبل من دلوقتي. نظام كل كلياته هي كليات قمة، لأن كلية القمة مش كلية بعينها زي ما احنا فاكرين. كلية القمة هي اللي بتخرج الأشطر والأمهر واللي الشغل مستنيه، مش اللي هيستنى الشغل، وفي التخصصات اللي محتاجها المستقبل. الكلام سهل والإرادة متوفرة، لكن إرادة بدون إدارة ما تنفعش. والإدارة الحكيمة للقيادة السياسية وجهت بأن أي جامعة جديدة تتبني ما تبقاش مجرد منشآت وخلاص، وإنما يكون فيها برامج جديدة بتراعي احتياجات مصر واحتياجات العالم. ومن هنا بدأنا، وخلال 8 سنين زاد عدد الجامعات الحكومية من 19 ل 27 جامعة. وما اكتفيناش بالجامعات الحكومية، طورناها وقدمنا للمصريين جميعاً 20 جامعة أهلية بتقدم تعليم على أعلى مستوى ومطابق للمعايير العالمية، وبتستفيد من إمكانات وتاريخ الجامعات الحكومية العريقة، وبتقدم برامج حديثة محتاجها سوق العمل. ولأن مصر قلب العالم، فكان لازم القلب ده يرخيله يعيد توزيعه مرة تانية على العالم، وهو ده اللي حصل وبيحصل في منظومة الجامعات الأهلية المصرية، اللي منها 4 جامعات أهلية دولية يدرس فيها المصريين والوافدين من كل طلاب العالم، وبتعتبر الجيل الأحدث من الجامعات الذكية، ذكية في أدواتها وإمكاناتها، وذكية في توأمتها وشراكتها مع الجامعات العالمية. الجامعات دي منارات للبيئة اللي حواليها، وكل جامعة ليها إمكانيات بتخدم مصر والعالم كله. كان ممكن نقول كفاية كده، لكن العلم ما فيهوش كفاية، ومصر محتاجة خريج مؤهل قادر على الإبداع والابتكار. وعشان كده مصر عملت صندوق دعم المبتكرين والنوابغ لخدمة كل أولادنا. وكل البرامج الجديدة بتعتمد على الدراسات البينية اللي بتدمج بين تخصصين، فتلاقي اللي بيدرس هندسة وطب مع بعض، أو طب وتحليل بيانات، وتلاقي اللي بيدرس تخصصات جديدة تماماً على حتى أسمعنا، تطوير ألعاب إلكترونية والحماية السيبرانية وتصميم أزياء، هندسة طبية وذكاء اصطناعي، وغيرها وغيرها من التخصصات واللي العالم مهتم بيها وبيدور عليها. ولأن العالم محتاج خريج من نوع مختلف، خريج بيتعامل مع التكنولوجيا وبيجيد التقنيات المختلفة، وعشان كده كان لابد من وجود الجامعات التكنولوجية الجديدة. 10 جامعات على أعلى مستوى، 60% من دراسة الطالب فيها عبارة عن تدريب في المصانع اللي في التخصصات اللي بيدرسها، عشان ما يبقاش في فرق بين اللي بيدرسوا واللي هيشتغلوا. 10 جامعات تكنولوجية بتحتضن خريجي التعليم الفني المطور اللي بيضرب به المثل، وكمان خريجي الثانوية العامة. وحلمنا يوصلوا ل 27 جامعة، عشان تبقى كل محافظة في مصر فيها جامعة تكنولوجية
تنمي وتعمر وتعزز الصناعة فيها، وبتخصصات سوق العمل المصري محتاجها بجد. مصانعنا محتاجة خريج فاهم ودارس، رعاتنا التنموية محتاجة اللي يشتغل فيها يبقى شغال بعلم ووعي عشان يحافظ عليها ويكبرها. ويقيسوا على كده تخصصات تانية موجودة عندنا: تكنولوجيا صناعة السيارات، وتكنولوجيا الغزل والنسيج، وتكنولوجيا القطارات، وغيرها وغيرها من المجالات اللي خريجها جاهز يكمل خدمة بلده والعالم كله في انتظاره علشان يشتغل في مجاله. اهتمامنا بالتطوير والاستثمار في التعليم العالي في الجمهورية الجديدة ما وقفش لحد هنا وبس. جامعات أجنبية عالمية كبيرة وكتيرة كانت حريصة على إنشاء فروع لجامعتها على أرض مصر، وتحديداً في العاصمة الإدارية الجديدة اللي النهاردة خرجنا منها أول دفعة. ده بخلاف الجامعات الخاصة اللي عددها بقى أكتر من 25 جامعة خاصة بتخدم المصريين والعرب من كل مكان. المستقبل يبدأ الآن، وإذا كانت إرادة نفس حروف إدارة، فالعلم نفس حروف العمل. العمل هو كل ما أمل، العمل هو كل ما أطلبه منكم جميعا.